السلام عليكم. النهاردة يا جماعة قررت ان انا اعمل محشي، ويوم المحشي بيبقى طويل جدا، بفضل اعك فيه طول النهار. قولولي انتوا بتاخدوا وقت طويل في المحشي ولا لا؟ عشان انا بصراحة باخد وقت طويل جدا، بس مش عارفة ايه السر، بفضل اعمل فيه كتير جدا. اول حاجة بقى هقدم لكم الروتين اللي انا عملته النهاردة، كان يوم صعب ويوم عصيب. حطيت الخضروات في المطبخ. خش صحي اول حاجة جنة وتوتة، خش كده صحيهم. يا نهار ابيض، انت لسه مصحتيش يا جنة؟ بس يا جماعة جنة عندها امتحان، جنة عندها امتحان وما بتذاكرش. هيا جنة، لا ما بتذاكرش. الساعة داخلة دلوقتي على 11 وهي لسه صاحية من النوم. بص بقى احمد وتوتا، بس احمد عمل ايه؟ وتوتا رغرة نايمة سطيحة. يا نهار ابيض على العيال. توتا 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 اصحي، انا بصور على فكرة. احمد لا مش هيصحى النهاردة. يلا بقى قومي عشان تنضفي الاوضة بتاعتك دي، وبعد ما تنضفي الاوضة بقى ايه، هتحشي معايا ولا هتذاكري؟ هحشي معاكي. لا سيبك من المذاكرة دي، خلاص المذاكرة دي اخر حاجة تفكري فيها يا ستي. في يلا يا جماعة خليكم معانا، نروح نعمل احنا المحشي. حضرت اهو، حضرت كده المحشي اهوت، وايه ونضفت المطبخ كده على قد ما قدرت زي ما انتم شايفين كده، وايه وسلقت الفراخ اهوت وعملت الصلصه. جماعه بقى جرس الباب بيضرب، جنى كانت راحت الدرس تقريبا، هي اللي جت من الدرس. جنى جت يا جماعه، هتحشي معايا يا جنة؟ ماشي. طيب خشي بقى غيري، هتغيري هدومك ولا هتحشي معايا كده؟ يلا غيري هدومك وتعالي. بعد ما جهزت يا جماعة حاجة المحشي، الرز والراحة الكرنب وكل حاجة، هنزل بقى تحت على الجنينة اقعد كده في الشمس شوية، علشان بحب بصراحة احشي تحت كده في الهواء الطلق. وخليكم معايا بقى، هننزل تحت واظبط الدنيا تحت، وبعدين ابقى ارجع بقى اسويه فوق. انت قاعد بتعمل ايه؟ تلعب بالتوج وتلفن؟ ثلاثة. ايه؟ ثلاثة. ماشي. لونه ايه؟ احمر. ماشي العب. بصوا يا جماعة دلوقتي قاعدين نمشي. ماما حط الورق ده تحت، تعالى يا. لا انا مش عاوز. بصوا يا جماعة قاعدين بنحشي، الجو هنا حلو احلى من جوه، جوه الجو برد قوي، بس حاسة ان هنا الجو دافع عن جوه. واحمد قاعد بيعمل ايه يعني؟ انت قاعد تحشي معايا؟ عايز واحدة من دي؟ روح بقى. هي ايه دي؟ مش عارف. اي اهي. ماما انا عاوز واحدة من دي. خد. طعم مسكر زي العسل كده. ان شاء الله المحشي هيبقى جميل، عشان اصلا بتاع ده مسكر، لما يبقى مسكر اللي هو العنق ده، العنق المحشي لما يبقى مسكر بيبقى المحشي حلو قوي. وهنا بقى بدات ان انا احشي، وكنت مستعجله بقى على اخري، عايزه اخلص بسرعه. زي ما قلت لكم يوم المحشي ببقى بتعب جدا، وبيبقى يوم تعب، مش عارفه ليه، انا ممكن اكون مش سريعه، ولا المحشي هو اللي بياخد وقت. اكتبوا لي في الكومنت بياخد معاكم وقت ولا لا. وايه اللي حطيت عليه شطه؟ لما نزوده مش هيبقى حراق قوي. انا احنا اصلا مفيش المحشي حراق قوي، بس انا بحبه حراق، بيبقى طعمه حلو وحراق. انا بحبه حراق على فكره، بيبقى طعمه حلو. بيبقى طعمه لا مش بحبه بالشطه. بيبقى حلو. ماشي بس انا مش بحبه بالشطه. انا بحبه بالشطه. انا مش بحبه بالشطه. ويا جماعه قعدت بقى احشي المحشي زي ما انتم شايفين كده، واحمد قاعد بقى يرازي فيا ويزهقني وانا بحشي المحشي، وقعد كمان هو وجنة ينقروا في بعض. جنة هي اللي كانت بتصورني، وتوتا كانت عندها درس، واحنا محتاسين اصلا لان لسه مخلصناش المنهج لحد دلوقتي، والامتحانات خلاص قربت، وكمان امتحان توتا قبل العيد، هو كان المفروض يبقى بعد العيد، فوجئنا ان هو الامتحان هيبقى قبل العيد، فلسه ما خلصناش المواد وربنا يسترها واحنا على اخرنا. ادعوا لنا بقى ان احنا نخلص.
اكتبوا لنا كمان انتوا خلصتوا المواد ولا لا وبتراجعوا ولا لا. احنا لسه ما خلصناش اصلا يعني دراسة المواد ولسه المفروض ان احنا نراجع والامتحانات خلاص فاضل عليها اسبوعين. هنا بقى كان خلاص خلصنا حشو وهندخل بقى جوه علشان نسوي المحشي على البوتاجاز وبنلم بقى الحاجات دي ونشيل السجادة كده وننضف الجنينة قبل ما ندخل. يلا تعالوا معانا. بشكر جدا كل الناس اللي متابعيني والناس بقى اللي مش متابعيني وبيتفرجوا عليا. اضغطوا زر الاشتراك علشان يوصلكوا اي فيديو جديد نعمله واللي متابعنا بقى يعملوا لنا لايك ويكتبوا لنا في الكومنت كده عشان نعرف مين اللي متابعنا على طول. بشكركم جدا وكل سنه وانتم طيبين. بس عايزه اقول لكم على حاجه ان جدنا ما عجبهاش الرز المحشي فايه قالت لي تعالوا نرصه بطريقه احنا انا كنت بحطه كده عشوائي فقالت لي تعالوا نحطه بطريقه حلوه اللي احنا متعودين عليها. انا كنت بعمله عشوائي كده عشان كنت مستعجله فقلت يلا نعمله من الاول. بصوا عملته ازاي صفوف صفوف خلف خلف. انا بعمله كده على طول يعني بعمل صف مره شمال ومره يمين بيبقى شكله حلو بيبقى شكله حلو يعني في التقديم وهو في الحلين. وبعد كده بحطه على البوتاجاز وبحط فوق طبق. الطبق ده بيخلي كله يستوي مع بعض بس الطبق ما يكونش من النوع اللي بيتحرق او حاجه. بصوا بقى فاكرين الكرتونه في اول الفيديو اللي كانت محطوطه؟ الكرتونه دي جوزي كان جايبها لي قال لي حذري فذري فيها ايه، ما كنتش عارفه ان فيها ايه. فتحناها انا وجنة زي ما شفتوا كده لقينا فيها رمان. الرمان دوت كان طعمه جامد. وجنة بقى قالت لي عمل ما المحشي يستوي احنا هحط المحشي على البوتاجاز هتساعدني وهترص كل الخضروات اللي انا جبتها والحاجات اللي انا جبتها دي في الباسكتات زي ما انا بعمل. اول حاجه كنت جايبه لهم برتقال حطيته في قلب الباسكت زي ما انتم شايفين كده شكله كده عايز يتغسل. وكنت جايبه لهم موز كمان يعني انا مروقه عليهم النهارده على الاخر لان عملنا حاجات كتير وعملنا موز كنت جايبه لهم موز واستفندي من السوق بس الاسعار مولعه النهارده الاسعار غاليه قوي. كنت جايبه ليمون جبت ربع كيلو ليمون وجبت بسله زي ما انتم شايفين كده البسله عجبتني لونها اخضر فانا جبت بقى شويه بسله كده عشان نبقى نعملها بكره او في اي يوم. وجنة بقى رصت لي الحاجات كده زي ما انتم شايفين في الباسكت وبلاها بقى المذاكره خالص. وهنا بقى المحشي كان طاب. بص وبعد ما المحشي طاب بصوا كانت الحله سخنه مولعه. بصوا قعر الحله عمل ازاي. وجنة بقى بتفضي المحشي. انا بحب ارصه كده في البتاع بس بصراحه كنا خلاص مستعجلين وكنا جوعنا كمان ومارك القرب مقسم فاحنا طعمه كده وخلاص طعمه خطير. وكنت مروقه عليهم على الاخر بقى وعامله ايه كان عندي كيكايه تورتايه بس ما كانتش لسه زوقتها يعني كنت محضروها بس ما كنتش عملت الفينش بتاع اللي فوق كانت محطوطه في البوتاجاز. فانا جبت حاجات دي كانت موجوده عندي. انا دايما الحاجات دي بتبقى موجوده عندي لان بحب اعمل بصراحه حلويات يعني انا الحلويات بتطلع معايا مظبوطه احسن من الطبيخ احسن من المحشي كمان. وده شكلها النهائي وفي الاخر قالوا لي ده شكلها وحش. بزميلكم دي شكلها وحش والله العظيم مش حلوه وطعمها كان جامد بس بيقولوا الفينش بتاعها وحش بس هي عجباني برضو كتر خيري ان انا عملتها لهم اصلا. ولسه عندي برد برضو بس الحمد لله خفيت شويه. في اخر الفيديو بقى لو عجبكم اعملوا لي لايك واشتركوا في القناه. وعلى فكره احنا خارجين دلوقتي بعد ما فطرنا يعني بعد ما اكلنا المحشي وظبطنا نفسينا استنونا بقى يا جماعه باي باي. خليكم معايا الحلقه الجايه وهتعرفوا احنا خرجنا رحنا فين. ومع السلامه وبشكر جدا كل الناس اللي متابعين.